شقيت روحك خالتي مريم؟ بو يا بنتي هذه ماشي شقوة، هذه تهبل. شوفي شحال خرجوا شابين هنايا. انا ما تعجبنيش كاع روحي في التصاور، شوفي طريقهم هنا مع شحال. ايه يا عمي سعيد دايما يحكي لنا كي حب يقصر، يقولنا بلي جدهم الكبير كان قاوري ومحمد خرج يشبه له. خموس عليهم. بصح يا بنتي الزين ما بين الدار. ملا روح على خالتي مريم. خويا بنتي مازال الحياة. ما عاد خليت دراري وحدهم لازم يدخل. انا شيت لوبيس فتح. مبروك عليك. وشنو راه بالعقل برك على لي زاطير؟ ما ودينا ما نعرفوش كاع ما تعرفلوش كاع حاجه سهله. حاجه سهله. شوف تعبز على الخضرة باش تري بونتي والحمراء باش تكوبي. هذا ما كان. كي نبغي تليفوني كشواحد. شوف تفورمي النيميرو ياخ وتعبز على الخضرة ويروح. شحال النيميرو تاعك يا سيو؟ درك نعطيك النيميرو. ولا شوف عاد تسجلها لك. شوف هذا تروح ل ريجستري. هذا فاتح خلاص. خطره اخرى تعبز تروح ريبيرتوار تعبز هذه تطلع فاتح تعبز الخضرة خلاص يروح النيميرو تاعك. شنو كان؟ هذا لك. انا سيت برك. انت نعم. عليكم السلام ورحمه الله. انت صاحب وهذا المينو هذا وشنو فتح؟ المهم فتح على الروح هكذا. ما شاء الله. فتي حقتين نديروا لي واحد نديرهم وحدهم. لي انا وياه وحدهم ياك. هذيك هذيك يا فتي خلطت شابه. ديرها المترا. وشوفي بلات انيسه شحال شابه. خرجت هايلين. شتي بابا مع يما؟ هذه فاميلي تروح شابة. شكون؟ راضية شابة. هذه كانت ناويينها المور. وقلتيها نورمال. كانوا ناويينها المور. ليما تليفون. بيبي يما أنا جاية. الو الو مساء الخير. واش راكي سليمة؟ صافا الحمد لله. انا مبعث لك لي فوطو مع فتح. شفتيهم؟ ايه جبتهم انيسة. كنت بزاف شباب راني كلاسي فيهم طافو. درك من جهة؟ راني مع الجيلالي. اسكت ما قلت لك انا شيت له لابيس بوردار. فرحت لك بزاف عمري. لا قبل طوموبيل ان شاء الله. هما خدموا من 7 ل 5 تاع الصباح. تقدر تعطي ما بين 8 و 9 بيه بيه نجيب ورقة وستيلو. وفي لاتيلي ما كانش شغل غير كان تخلي التليفون شاعل. يلا. الو اباك بلي قال لي جلالي ما كانش مزيان. ان شاء الله برك الشوط تاع الحب تاعنا ما يروحش. صباح انا نعاود. داكو هيا بون كوراج. صح يا تبغيك ها خيجي واه ترى ما تاك ما تبغيش يا ودي. احنا يا زوجونا زواج تاع بكري. كيفاش احنا الوالدين هما اللي جابوها. ما شفتها ما شفتني.
شنو راك تعرف مع العشرة و... والموالفة بالك هذا هو الحب. وي سليمة لا لا حبيت برك نكثر من نيميرو على ود دوكا تحققي من نيميرو اصلك يا سوري. ما تقدرش تعرفش حكا كانت فرحانة سليمة اليوم بصح ما على حساب الشوفه ما كانش كاع عجبها الحال. حبالك بغات الطبيب لبنتها بو طبيب يدي وحده قاعده في الدار علاش مش خصو محمد ولد عمي؟ المهم كل واحد يشوف واش يخرج عليه. انا نروح ندوش ما تعشاش فوتي في دراري ومن بعد انا نطلع. قلت لك ما كاش شغل هو كنت فيه ريبوندي ريبوندي الى حاجة يرجو قولي له يعاود على خمس دقائق. ما علي سيدي كوبي كوبي وجيب بابك. الو الو بيه بيه توحشت كامل راني مدرونجي ومن بعد نعاود لك. شكونتي شكون كنتي؟ متحوسي ما على بالك شكون انا شكون الكلبه اللي ريبوندات لي هذاوي وعلاه راك تهضر بالعقل جوز هو اللي على بالو قدامك ولولاتي مع هذيك المراه شكون كنتي هذا غير في غرضك جيت ندير الحوايج هنايا لهنا تربحك يا الخطاف الترجايه اللي ما تحشميش على اصلك سكتي سمعونا كثير ما نسكتش نقول لهم على كاع الناس باتتني كاع مع الفامي الو كروشلك
سالو؟ ما على باليش شكون هي سرقت رجالي، لا انا ولا هي. قلت لك تجوز لي محمد درك يجي يهضر معايا درك في التليفون سينو، ولا كان ما جاش ينساني خلاص ينساني، وانت ما نسمحلكش تزيد تراكروشي في وجهي، فهمت ولا لا؟ لا ما عندناش محمد انا. لا 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 قولها كاين عنطر على كبره بيدك الخولي. شوفي ما تعاوديش النيميرو هذا خلاص. ها ما نزيدش نعيط لك في هذا النيميرو، ما خليت عين معاك ياك. واش كاين؟ اش بيك يا سليمة؟ افتحي الباب افتحي الباب افتحي خرجي دقيقة نفهمك برك، والله راك غلطة. افتحي ماما افتحي الباب. خليني ندخل ولا خرجي؟ سبحان الله يلا خرجي الله يهديك. عندي شغل على 11. الله حتى انا ما حشني نقول ديال جيلاني. عندي خرجه مع خطيبه تاعي، انا واش ما نقضوا ولا نطلعوا للجزائر؟ ماشي مشكل نديكم معايا، انا نروح نقضي شغالي وكنكمل عقب عندكم نقلبكم. الله يعطيك الصحه على بالك. كنت نخمم انا كيفاش ندير كنت اعرف الكار ولا ما باليش. والله يعطيك الصحه. المهم جوايا العشر عشرة ونص لاقوا في القهوة، المهم فين سقاوة وفي العادة. جيت بكري. الله ما لقيتش قال بارح. ها اعطينا قهوه عم احمد الله يسترك. هاي تصور بس والله الحمد لله. الو شكون؟ ايه ايه الو. هاي تقول لك ما تجيش تعيط لها ونسى هاد التليفون، ولا عندك كاش هضره هضر مع باباها. واش محمد واش كاين؟ غير خير. واش بيقول لي واش كاين؟ كاين فتح واش كاين؟ ما متابك اسره اش على بالي؟ انا ما على بالي والو راك صح. الليل كامل وانا نطلع ونحبط باش نفهم شكون تليفونات البارح. تليفون واش راك تهضر؟ فهمني واش صاري يا ودي. البارح تليفونات وحده للدار. شحال يديروا هذا؟ شكون كاين دوم ودار خويا؟ اسمع نعطيك واحده. استنى زين نشوف مليح وبعد. خذ راحتك خويا. اسمع شكون هذه التليفونات؟ منين جبت النيميرو؟ أبدي والله ما على بالي نقولك صح. أنا شكيت بالك هذاك اللي كنت مع عام اللي فات. ما قلت لك عام اللي فات يا فتح، أنت درك شك فيا ولا كيفا؟ مانيش نهضر عليك أنت يا راني نهضر عليا. كيف نهضر على روحك أنت واش دخلك؟ هذه قولها للأنسة بنت عمك ماشي لي أنا. واش راك تحكي فهمني عتهبلني؟ البارح كنت في لادوش كي صونا تليفون كالعادة أنسة رفدت وريبوندات كي سمعت صوت مرا ما بقى لها حتى. تما تايا راك تحكي لي على بروبليم واحد أخر كاع. شنو بروبليم واحد؟ كيفاه؟ حتى بروبليم واحد اخر. الليل كامل وانا نسايس فيها ونطبطب لها ونسيا كيفاه نرونجيها. ما قدرتش انا نقولك صح. انت يا امورك فهمت منين جاك البروبليم؟ انا والله ما على بالي واش راه صاري. من الصباح وانا نفهمك. سبحان الله سيد، وين كنت؟ ما كنتش تسمع لي ولا كيفاه؟
فريد اطلع للدار. واخر مالي مالي واش كاين؟ جيت نفهم واش صاري. واحد كيفوت يخطب لازم يسقم روحه، ماهيش حاجه تاع اللعب. واش من اللعب؟ كش مغلوط انا معاكم؟ دوك نبقاو نديو نقلبوا في الكلام حتى نولوا نكذبوا. انت على بالك واش درت وحنا على بالنا؟ راك غلط، انا والله ما درت حتى حاجه. انا لحقنا ليها، ما نحبش اللي يحلني. مانيش نحلك، انا جيت باش نفهمك ودي ولا نحلك. كش ما كاين سبب بيناتنا. واش درت البارح ماشي سبه؟ والله وعرفتها كذا، والله من مدلك بنتي يا لو كانت بوسلي رجليا. كيف نبوسلك انت؟ وشنك واش تكون نتايا؟ خينا قدرك يرحم باباك، فهمني ولا؟ انا ما عندي حتى هضره معك، انا نهضر مع باباك على خاطر معاك رايح نولي في النار. راك تشوف يا دراري نايا. لو كان ماشي دراري دير واش درت البارح. واش درت البارح؟ ابعث لي باباك نهضر معاه. واش نقول لك انا؟ خمم شويه ورد لا كاسات اللور بالك. كاش ما درت مع بالك؟ كيفاش كاش ما درت انت دوكاك معايا ولا معاهم؟ على حد نروح. شوف هو راح للجامع، كي يخرج نسقسيه ونشوف المشكل تاعك. الله غير يعطيك الصحه، ما نسالكش خيرك. تقدر ترد لي خيري وتروح تقنع انيسة بنت عمك سي كيفاه ترونجيها كيفاه باش ما تروحش من الدار. انيسة وعلى يا فاتح بعثنا سيد لك نسر ولا ما باليش كاش. بصح ماشي انيسة هذاك بلي راسها خشين يا فاتح. دراري ما تروحيش تعرفي باباك يكبر لافير وما يخليكش تولي. امو بابا عنده النيف ماشي كيما هذاك الخدام بعت من الزواج بدلني. ما هو الاول ما هو الاخر اللي تلفت لرايو كاش مرا المهم راه ولا لا. تستعرف على كاش ما قال لك؟ ما قال لي ما والو، برك انا حبيت نفهمك بلي كاين بزاف رجال اللي يغلطوا. انا ما نسمحلوش رجال قاع يغلطوا، راجلي ما نقبلوش يغلط. على خمسة يجي يديني خويا ولا حبي رونجيني يعرف دار بابا وين جايه. تسمعك اللي ما هضرناش ماذا تيش قالوا جا؟ لا لا يا وليد عمي قريب تزوج ان شاء الله وتعرف. اذا تزوجت علاش راك تقول هكا غير خير ان شاء الله؟ لوزين كنت نخدم. كنت في اللوزين بعدكم سيخدموا في اللوزين. واش من نسا واش راكي تحكي؟ مزيان ملي فقت لك من الاول شافية انا اللي درت في كونفيونس استهل انا وقلت لك ربي وقلت لك ربي شافية انا. شو تحكي وجه من جبتي الكلام هذا سليمة؟ سمعتك بوذنية وجيت تكلم في وجهي سليمة ليكو خير سليمة كنت نخدم وش سليمة تخلي بابا دوك يجي يسيب تهضري معاه يدير فينا سليمة. انا والله كنت نخدم شي جبني
فين جبتي يا حمباباك الكلام هذا؟ روح يا وليدي روح، راك درت لنا تبهديل. روح يا وليدي درت لنا تبهديل، روح. ياك قلت لك ما تجيش تجي لهنا، ادخلوا للدار. ايش اللي عندك؟ وانا حبيت تحمي حتى من الباطيمه هذه ولا كيفها؟ من منعكش باش تطلع على الباطيمه؟ اختي بنتي واختي داري. اسمعوا انا والله غير كنت نخدم، راكم ظالميني يا جماعه. واش درت لكم انا؟ ربي هاو شاهد، والله غير كنت نخدم، على درتوني هكذا؟ ماشي ورا محمد؟ محمد راح للقهوه علاك كش ما كاين. نورمالمون يكون حكى لك على المشكل تاعو. حكى لي بصح هو كان يحلف بلي كان في الخدمه، وكي قصرت مع شيخ باباك وحكى لي واش سمعت اختك في التليفون. انا نقول لك الصح حرت شكون من انا. والله غير راهم كاع غالطين. بصح شوف ما على باليش برك مع من اختي هضرت في التليفون، بصح والله غير رسمي ماشي مع محمد. والله عم غريب نقولك صح. محمد هذا العالم قاع يحوس عليه. ما هذيك اللي عيطت للدار كانت تحوس على محمد. تحوس على محمد سيبنا؟ لا. ماشي محمد نسيبكم. كانت عيطت يسمى غلطت ولا ما باليش وكانت تحوس على محمد هذا ما كان. تعرفوا النمر هذا؟ ما نعرفوش مي على حسب الانديكاتيف تاع لي زونفيرو. مازال في البورتابل. مازال ماشي. هاوليك هذا هو محمد. السلام ورحمة الله. راك تكيف؟ ربك ما تجيش في وقتك، والله كنت جاي نحوس عليك دوك. محمد جستم على هذا الشيء اللي راهي هنايا، واقيلا بديت نفهم الحكاية. وين تشوف بورتال؟ تعيط وين نشوف؟ هي بدات لقيتها. محمد شوف خلاص روح تجيب باباك يا اخي، وانا نسيت نتفاهم مع بابا، وعلى واحد الساعه لازم تكون عندي في الدار يا اخي. يعطيك الصحه. ازرق صح. هذا وين صرا سالم وانسه تهضروا في التليفون بلا ما يتعرفوا؟ روك شوفوا مشكل صغير درت نديقه كبيره. هي انا اللي غلط بصح والله ما زدت نخدش في الحاجه اللي ما نعرف لهاش. معليش كي طلبت مني سمح على وجه باباك راني نسمح لك. لا لا يا مالي انا اللي غلط، لازم نصلحها بيدي. هذه هي. اسمحوا لي يا جماعه انا ماني ما فهمت فيها والو. قولي باك واجبتوني ندير لهنايا، جبتوني باش ديروا لي ترس على التليفون. لا لا مي سعد هي صح صح صحيت يا وليدي اسمح لي، هذه كلام ماهوش قدك. قولي برك اذا حبيتوا تبدلوا في رايكم خرجوا انا طيطاي. بلا حتى كيف ريناها سكتنا خي نهضه. وزيد بزياده اذا كان وليدي انا جاي نحل لكم انا ما نحل لكمش. واذا كان حبيتو باش نحبسو نحبسو. انا عم بالي جيتو تطلبوا سماح، انا مانيش نحل بنتي عزيزه عليا وجوها الف خطابه. انا حسيت باللي وليدك ما يستاهلش بنتي واللي مكتوبه في الجبين نمحوها يدي نحبسه خلاص نحبسه. نوض نروح يا وليدي ما بقى لنا ما نديرو هنايا. يا بابا بس حمينا بس سكتي انت يا محمد. روح عينك ربي منها ما تعرفش قتلي في التليفون. يا كراني يا
تخليش قلبي قلبي موك احنا انا يا ثاني برقبتك برقبتك امانة ما تخليش قلبي قلبي موك احنا انا يا عشبات كانت وانا خمل فيك حد ما احكي بيك اني سوا لا رحت لداركم يا اخي فريد فهمكم في كل شيء ولا لا هذيك الحكايه باينه باللي قالك انت وياه محمد واش الحكايه واش راك تخرفي ما لا تخمي هذا التخمه صح كي راني غلطه قنعني انت علاش عمي ما حبش يتفاهم على باب هذيك سرقه الرجال انا بالي انا بالك بالك ما فهموش القضيه هذا عمي اللي ما يفهمش ولا عمي اللي تكلخلو انت ولا غيرك يوفا قولها باللي هي كانت عينها فيك تتفاصل دوك هي راهي وحدها وانت راك وحدك كلوا بعضكم ان شاء الله شنو؟ يا ودي انيسه والله راكي غلطانه